بصوا النهاية جميل وهادي خالص، ده هو لازم هناك النهاية يبدأ بالولعة. يعني اقول لكم اسماء الفرقتين مين اللي كانوا بيلعبوه، بطوف وراس جراد وراس النار. على فكرة هو الشغب كله موجود، ده على فكرة الشماريخ، عشان بس اللي هم بيحبوا الشماريخ يقول لك انت زعلان ليه من الشماريخ، هي دي الشماريخ ودي الولعة اللي بتبقى موجودة. بصوا حضراتكم الدنيا عاملة ازاي، عايزين تبقوا كده اهلا وسهلا، عايزين تبقوا زي بتوع اسبانيا والمانيا اهلا وسهلا، قدامك الهمجية وقدامك الاحترام، قدامك البلطجة وقدامك الانضباط، يعني ده قدامك وده قدامك. اللي انت عايزه حضرتك اعمله، ده طبعا سكران طينة يا عيني ومتخدر، بص مضروب مخدرات، معمي من المخدرات ومعمي من البيرة ومعمي من الخمرة، وده اظن عسكري مش كده، ده معاه وده برضه عسكري اظن ومعاه سلاح مش كده برضه، ولا انا مش واخد بالي؟ لحسن بس بيقول لك ان اوروبا، في اوروبا ما فيش سلاح، لا في سلاح وفي عساكر وفي شرطة وفي كل حاجة، ودي نار، كل دي نار، وده برضه هناك كان في حادثة هناك حصلت ولا حاجة، وده الاسعاف في قلب الملعب الحقيقة، والمطافي موجود في قلب الملعب الحقيقة، والنار موجودة في قلب الملعب. قدام ده اظن عساكر برضه اللي انا مش واخد بالي، مش دي مش بلغاريا موجودة في اوروبا برضه تبع اوروبا ولا مش تبع؟ ودول يا عيني لعيبة كرة عايزين يلعبوا، يعني بص هو ده لعيبة خبط يا عيني خبطة، ودول بص عاملين يولعوا نار. فانا يعني بدعو الجمهور بتاعنا يلحق عشان يعني المشاغبين منهم يعملوا اللي بتشوفوه ده، احنا اصلا يعني هم كتر خيرهم خلاص لغونا الجمهور من المدرجات، يعني نهوا خلي بالكم في منطقة سكنية، اظن دول برضو عساكر ولا انا مش واخد بالي؟ اظن يعني على ما اعتقد يعني دول عساكر موجودين، واهو بص يعني الجون اللي طب عشان خاطر طب اطلع، نفس اللي بيحصل عندنا، ابوس على دماغك، ابوس على رجلك، لو في حتة تانية ابوس عليها ابوس عليها، يعني زي ما انت عايز لو انت حابب يعني. وهم برضو يعني في هناك مرتبطين بضوابط الاتحاد الاوروبي انه ما فيش مسافة بين الملعب وبين